حابة انه اعرفكم عن نفسي. انا استاذة ليلى وبدرس بمعهد الجودة، وان شاء الله راح ادرسكم مادة البي 207 بوينت بي. المادة يعني انا بشوفها انه اسهل من ال 207 بوينت اي، ابسط، اقل شوي، يعني فيها تيرمز ممكن جديدة علينا، انما نو انا بشوفها انه ان شاء الله اسهل، ان شاء الله كميتها اقل، وإن شاء الله راح يكون الموضوع بسيط مع الشرح ومع الفهم ومع الاستمرار بالدراسة. وهي النقطة اللي أنا أصلاً قبل ما أبلش أشرح المادة أو أحكي فيها حابة إنه أأكد عليها. مادة ال 207 بوينت بي أو جنرالي هلأ الجامعة بهذا الكورس راح يكون مختلفة عن الكورسات اللي فاتت اللي هي كورسات الأونلاين. إحنا راح يكون فاينل بالجامعة، راح يكون ورقي، فمستحيل انه حتى لو كنا سوبر هيروز انه احنا نقدر نجمع كمية المادة كلها بون ويك او باسبوع واحد، هذا الشيء رح يكون كتير صعب. فلازم انه احنا من اول يوم نفهم المادة كتير منيح، نستوعبها. ما بقولكم احفظوا، لازم في تيرمز معينة تضل على طول مخكم، تضل على طول مستوعبينها، بس برضو يعني ما رح يعني اقولكم اقعدوا واحفظوا هيك، نو especially للميد تيرم، بس المهم انه تضلوا فاهمين المادة from A to Z عشان لما يجي الامتحان او يجي الامتحان الورقي ما يصير في عندكم مشكلة. ان شاء الله بالامتحان يصير الموضوع الدراسة سهل بالنسبة لكم. فضروري من اول يوم نتابع، من اول يوم نفهم كثير منيح احنا عن شو عم نحكي او المادة عن شو عم تحكي. بليز محمد جاسم could you تسكر المايك. ان شاء الله راح مايك يعني مكتر. اوكي ثانك يو. فاهم شيء انه تركزوا بليز بالماده وتركزوا بدراستكم كل المواد، مش شرط 207 بول بي، اي ماده عندكم هلا بالجامعه. هذا الكورس كثير مهم ريكفري، especially انه انتم صار لكم سنه ونص تقريبا او 3 كورسز او اربعه اكثر قاعدين بالبيت، فرح يصير الموضوع بالنسبه لكم very hard to recover، وصعب جدا انه انتم ترجعوا يعني تتذكروا الدراسه والقعده والكتابه and whatever الشغل اللي محتاج منكم انه تدرسوا. بالنسبه ل طريقتنا احنا هلا انا راح اعطيكم محاضره، هي اول محاضره عنا راح تكون اونلاين، بعدين في محاضرات راح تكون بالجامعه بالمعهد سوري، راح نبلش على الاسبوع الجاي على طول يوم الثلاث ان شاء الله يمكن راح تكون اول محاضره عنا لل 207 بي. راح ابعث لكم الجدول تبعي على اساس انه انتم تفوتوا يعني تشوفوا المواعيد تبع المحاضرات، وفيكم تنسقوا مع هدير، هذا رقمها اللي هو 525، وهذا رقم موبايلي للي عنده أي استفسار. برضو أنا بآخر هاي المحاضرة رح أعطيكم مجال للأسئلة للاستفسارات، لأي سؤال للي حابب يستفسر أو يسأل رح أعطي مجال للأسئلة for sure. أوكي هلأ خلينا نبلش ب أول ويك أو الأسبوع الأول من مادة البي 207 بوينت بي اللي هي Shaping Business Opportunities 2، لأنه كانت بي 207 بوينت A هي Shaping Business Opportunities 1. وأول ويك عم يحكي عن الـ Economic and Financial Flows in a Globalized World. Economic and Financial Flows اللي هي التدفقات المالية ما بين العالم، التدفقات المالية ما بين العالم. أول شيء أنا عملت لكم هون مايند ماب بسيطة أو خريطة أشرح لكم فيها الأسبوع الأول باختصار، ونشوف شو الأشياء اللي رح ناخدها فيه. أول شيء ويك 1 قلنا عم يحكي عن الإيكونوميك أند فاينانشال فلوز. أول نقطة رح ناخدها في ويك 1 هي رول أوف انترناشونال أند فاينانشال انستتيوشنز، دور المؤسسات المالية العالمية، دور المؤسسات المالية العالمية، ورح نحكي شو هي المؤسسات العالمية المالية، ورح نحكي شو دورها في التدفقات المالية. وفي عنا نوعين من هاي المؤسسات، واحدة اسمها الـ IMF رح نحكي عنها هلأ بالتفصيل، والتاني اللي هي الـ World Bank أو البنك الدولي. أوكي؟ تو أو البورت التاني اللي رح ناخده عنا بـ Week 1 هو الـ Balance of Payment، ميزان التدفقات أو المدفوعات، ومتقسم لـ 3 Parts أو 3 Accounts أو 3 حسابات اللي هو الـ Current Account، الكابيتال اكاونت اند فاينانشال اكاونت، وهدول رح ناخذهم الثلاثه كمان بالتفصيل بهذا الاسبوع. واخر شيء رح ناخذه بويك 1
هو الـ FDI كمان رح نحكي عنها بالتفصيل. So week one عم يحكي أول شيء عن role of international financial institutions اللي هم الاثنين بيتقسموا للـ IMF and World Bank. وعنا number two الـ balance of payment بيتقسم لـ three accounts اللي هم الـ current account, capital and financial account. وعنا الـ FDI number three عن الـ FDI وهلأ رح ناخدهم كلهم بالتفصيل. ف number one أو أول شيء رح نحكي عنه اللي هو role of international financial institutions. شو هو دور المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد العالمي in general؟ أول شيء international financial institutions have an important role for global economic system. عندها دور مهم جدا في النقدام الاقتصادي العالمي. هاي المؤسسات عندها دور جدا مهم إنه تنظم الاقتصاد، تدفق الأموال في الاقتصاد العالمي ما بين الدول. ليش هاي المؤسسات تم إنشائها؟ ليش إحنا محتاجينها بالعالم؟ It is established to perform mechanisms for international financial cooperation. تم إنشائها عشان تؤدي عملها أو تحسن الآلية اللي بتشتغل فيها المؤسسات العالمية مع بعض أو تدفق الأموال مع بعض. مثلاً هاي المؤسسات إذا شافت إنه في دولة معينة أو اقتصاد معين محتاج قرض، تعطي لون لهي الاقتصاد أو لهي النظام الاجتماعي على أساس إنه تحسن أداؤه المالي. So هاي المؤسسات المالية دورها مهم جداً في إنه تحسن أداء أو آلية التعامل مع الأموال in general ما بين الدول وبين المؤسسات العالمية. شو هن الـ two international financial institutions اللي موجودين عنا؟ عنا اثنين. أول واحدة الـ IMF اللي هلأ شفناها اللي هي الـ International Monetary Fund. International Monetary Fund اللي هو صندوق النقد الدولي. في منكم رح يكون سامع هيدا الـ term من قبل وفي لا عادي هلأ رح نتعلمه أو ناخده، اللي هو الـ International Monetary Fund أو صندوق النقد الدولي. The main reason for funding the International Monetary Fund is to ensure the stability of the international monetary system. من أهم الأسباب اللي خلتنا أو خلت العالم إنه يأسس الـ International Monetary Fund هي إنه لازم يحافظ على الاستقرار المالي في النظام أو في الـ exchange rates أو تبادل الأموال ما بين الدول in general. فالسبب الرئيسي اللي على أساسه أو عشانه تم إنشاء صندوق النقد الدولي أو الـ IMF أو الـ International Monetary Fund it is for the stability of the international payments أو الـ exchange rate اللي موجود ما بين الدول. So هذا الـ IMF مهم جدا تواجده في العالم ومهم جدا إنه الدول كتير بتعتمد عليه. وأهم نقطة أو the main reason اللي خلت الـ IMF يكون موجود it is to avoid competitive devaluation. To avoid competitive devaluation, which is yes, محمد. دكتورة ليلى في بس فوق اللي لو طلعتي على السطر فوق واحد بس هون. أوكي السطر الثاني the international monetary system أصدق فاند صح؟ The international monetary system هو النظام النقدي اللي في العالم، تدفق النقدي في العالم. هذا بيختلف عن the international monetary fund. ما له أي لا 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 هو هذا الـ International Monetary System هو النظام اللي من خلاله الأموال بتنتقل. فصندوق النقد الدولي اللي هو الـ International Monetary Fund تم إنشاؤه عشان ينظم الـ International Monetary System الـ Exchange Rates تبادل الأموال ما بين الدول أو الاقتصادات in general. تمام أوكي شكرا العفو شكرا. So بنحكي كمان إنه من أهم reasons to for يعني الإنشاء تبع الـ IMF أو الـ International Monetary Fund هو إنه يحافظ أو يتفادى to avoid the competitive devaluation. شو يعني competitive devaluation؟ اللي هو بالعربي هي التنافس أو قيمة العملة التنافسية. So competitive devaluation are made by countries that reduce the value of their exchange rate to make their exports cheaper. من وين بيجينا؟ اللي هو competitive devaluation أو خفض قيمة العملة. هذا الشيء بيجينا لما يجي في دول تيجي وتقلل قيمة الاكسبورتس تبعها أو الواردات تبعها وتخليها أرخص عشان يصير في عندها
تنافس أكتر مع الدول الثانية، وتصير بتبيع أكتر من الدول الثانية وتربح أكتر من الدول الثانية. فهذا الشيء ما بصير، لازم يكون في اتفاق دولي على المبالغ اللي يتم فيها الاكسبورتس والامبورتس ان جنرال والكومبيتيتيف. عشان هيك في عنا هيدا صندوق النقد الدولي اللي بيحافظ انه ما يكون او يخلي الدول تتجنب انه يكون في كومبيتيتيف ديفالويشن. اوكي، نمبر 2 او رقم 2 اللي هو ذا وورلد بانك او البنك الدولي. The World Bank نفسه نفس الـ IMF برضو موجود عشان يحافظ على التدفقات النقدية اللي بتصير بالعالم، أو يحافظ على التعاملات المالية ما بين الدول في العالم. وهو متكون من 189 دولة، sorry 189 countries، هم كلهم مشتركين في البنك الدولي مع بعض مثل مؤسسة كاملة. The member of World Bank are represented by a board of governors. هدول الأعضاء اللي موجودين في البنك الدولي، مين اللي بيمثلهم أو مين اللي بيكون هو اللي بيقرر أو يحط البوليسيز أو السياسات اللي بتمشي عليها الدول؟ هم البورد of governors اللي هم الministries of finance أو وزراء المالية اللي موجودين في الدول، وهم the ultimate policy makers أو متخذي القرارات أو واضعي السياسات اللي بتمشي عليها الدول بشكل رسمي. هم الـ Ministries of Finance أو وزراء المالية في الدول. The World Bank Group has set of two goals. إنشاء البنك الدولي له هدفين أساسيين اللي هم الـ End Extreme Poverty، يقضي تماماً على الفقر بالدول، and to promote shared prosperity اللي هو يزيد من الرخاء في ما بين الدول in general. خلينا ناخد سؤال على هيدا البورت من الأسئلة اللي بتمر عليكم بالactivities، which is an example of international financial institution is A. Eurozone, B. United Nations, C. International Monetary Fund, or D. Gulf Corporation Council. مين اللي بيقدر يجاوبني على هيدا السؤال؟ C. Information Ministry. International Monetary Fund. مظبوط. اللي هو الـ IMF. Question 2. Next time, please raise your hand. عشان I say who will answer. The primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system. The وفراغ. Primary purpose. تبع هاي الفراغ is to ensure the stability of the international monetary system. Yes, Michelle. Michelle. B. No. Abdul Wahab. IMF. IMF, yes. IMF, the IMF primary purpose is to ensure the stability of international monetary system. الهدف الأساسي تبع الانترناشنال مونيتوري فند هو إنه يحافظ على الاستقرار تبع الانترناشنال مونيتوري سيستم. Question 3. Ultimate policy makers of the World Bank are head of central banks, ministries of finance, prime ministers, or external affairs ministers. Prime? No. Yes, Muhammad. No, not prime ministers. The ultimate policy makers of the World Bank. Yes, Muhammad. Muhammad Laham. Ministers of Finance. Yes, ministers of finance. الإجابة هون. Here. The members of World Bank are represented by a board of governments, اللي هم of governors, اللي هن ministers of finance. They are the ultimate policy makers of the World Bank. So this is the question. خلينا نروح على يس مشال، في عندك أي شيء؟ رفع إيدك. أوكي تمام. محمد جاسم شورى، بس الجواب بالعربي شنو؟ Ministers of Finance، وزراء المالية. لا، وزراء المالية، أنا حسبت مجلس الوزراء يعني. لا لا، وزراء المالية هم اللي الـ ultimate policy makers أو متخذي القرار. أوكي.
part 2 عنا ب week 1 رح نحكي عن the balance of payments and its main parts. The balance of payment اللي هو ميزان المدفوعات وتعريفه is an economic indicator that tracks all transactions between individuals. هو مؤشر اقتصادي من خلاله يتم تتبع كل المعاملات المالية اللي تتم بين الأفراد والشركات أو أيا كان المؤسسات العالمية together ما بين دولة ودولة given country and the rest of the world during a certain period of time خلال فترة زمنية معينة. So, the balance of payments is an economic indicator, مؤشر اقتصادي. It tracks the transactions, يتتبع المعاملات اللي بتكون between individuals, firms, governments in a given country and the rest of the world during a certain period of time, خلال فترة زمنية معينة. طيب هذا ميزان المدفوعات متقسم لثلاث accounts أو ثلاث حسابات, three main parts of the balance of payment. أول واحد اللي هو the current account أو الحساب الجاري, which registers the payments of imports and exports. هذا الحساب بالbalance of payments هو اللي بيسجل المدفوعات تبع الواردات والصادرات اللي بتكون جاية من تجارة في سلع أو خدمات. So it registers the payments for imports and exports for trade in goods and services. Plus, غير إنه هو بيسجل المدفوعات تبع الimports and exports من خلال التجارة في goods and services, كمان بيسجل الincome and transfers of money to and from abroad made by individuals. كمان بيسجل المبالغ أو الفلوس اللي بيحولوها الأفراد من دولة إلى أخرى individuals. So the current account بيعمل شغلتين. First of all, it registers the payments of imports and exports, المدفوعات تبع الواردات والصادرات اللي بتكون من خلال التجارة في السلع goods and services. Two, بيسجل ال income of transfers of money to and from abroad made by individuals, المبالغ اللي يتم تحويلها أو التحويلات المالية اللي بيعملوها الأفراد ما بين الدول. Okay. Number two أو الأكاونت الثاني عنا is the capital account أو اللي هو حساب رأس المال, وبيسجل كل ال transfers أو التحويلات اللي بتكون لرأس المال من وإلى, يعني من الدولة وداخل الدولة. So the capital account records the transfers of capital to and from abroad. Number three, our account الثالث is the financial account أو الحساب المالي, which records financial inflows, بيسجل التدفقات المالية specifically with regard to financial assets, which includes direct investment, portfolio investments and reserve assets. هذا الأكاونت بيسجل التدفقات المالية اللي لها علاقة بالأصول المالية مثل الاستثمارات المباشرة, استثمارات سندات الأسهم يعني, والأصول اللي بتكون in general ما بين يعني دولة ودولة أو تم بيعها ما بين دولة ودولة. So the financial account records financial inflows specifically with regards to financial assets. It includes direct investments, portfolio investments and reserve assets. The whole account must balance. Payment of balance لازم يكون عنا متوازن. It must balance. Just as it would for the financial statement. Surpluses or deficits can be recorded on any specific part of the account. أي مشكلة رح تصير في هذا الأكاونت لازم تتسجل في واحد من هدول الأكاونت. The balance of payment can help understand the comparative position of a country in relations to other. شو الشيء اللي بنستفيده إحنا من البيمنت أو البالانس أوف بيمنت؟ إن هو بيخلينا نعرف مدى يعني الدولة شو وضعها المالي ومدى تنافسيتها مع بقية الدول, شو وضعها ماليا in general. خلينا ناخد questions أو أمثلة عن الأسئلة اللي بتجي عن هذا البورت بالذات في الأكتيفيتيز. فراغ is an important economic indicator that tracks, registers all transactions between a country and the rest of the world. Is an important economic indicator that tracks, registers all transactions between a country and the rest of the world. Is it portfolio investment, balance of payment, foreign direct investment, or multinational?
Yes, Abdulwahab. Balance of payment. Yes, B. Balance of payment. Tarif, balance of payment. Question two. There are two main parts of the balance of payments. There are two main parts of the balance of payment. True or false? True or false? False. Yes, Latte, be false. It is false. There are three main parts of the balance payment. When an individual transfers money from one country to another, the transaction is recorded on the current account in the balance of payment of both countries. When an individual transfers money from a country to another, the transaction is recorded in the current account in the balance of payment of both countries. True or false? Abdulwahab. Yes, Abdulwahab. Ma'am Ismaq. Okay, anyone else? When an individual transfers, it is true. Yes, it is true. The current account اللي بيتم من خلاله تسجيل ال money between اللي بيكون ما بين ال individuals. إيه يعني عموما أي transaction يصير يكون مسجل داخل هذا الاكونت. Yes. Current. هذا الاكونت يكون جاري. Yes. يعني سهل تقدر استخدامه. Yes, true. Bravo, Abdulwahab. The capital account registers payments from imports and exports for trade in goods and or services. The capital account registers payments for imports and exports for trade in goods and services. Abdul Muhammad. Muhammad, please. Muhammad Laham. Sorry, true. True? The capital account registers payments for imports and exports for trade in goods and services. Because the capital account record all transactions, not only trade and goods. Yes, but it is true or false? False. False, yes. What is the account that registers the imports and exports? Which one of them? The financial? No. The current registers, yes, current, Muhammad. Imports and exports. Yes. Portfolio investment. Yes. But current account for goods and service and any transaction. For payments, current account also. Yes. Thank you very much. Which one of these is not part of the balance of payment of a country? Capital account, not part. Capital account, financial account, current account, and saving account. هذا غير عبد الوهاب ومحمد. Saving account. Thank you. مشعل يس مشعل واضحة مشعل هو وين مشعل راح لا موجود وين أي واحدة فيهم which one of these is not part of the balance of payment إحنا قلنا خليك معي واحدة مشعل إحنا قلنا إنه the balance of payment في ثلاث parts ثلاث accounts هل اللي مش part منه اللي مش من الثلاثة capital, financial, current or saving أنا قلت saving saving yes دولة. Yes you're right صح it's true أول واحدة لا أول saving هي D saving. لا saving إيه D اللي هي saving D. أول شيء بعدين قلت إيه لا مظبوط you're right أنا ما سمعتك أول مرة بس صح هو دكتورة صح قال أول مرة قال سيف ما سمعت سوري طيب جايز رح أقول لكم على شغلة رح يسكر الميتينج رح أبعث لكم لينك تاني تفوتوا عليه على الجروب رح أبعث لينك تاني لأنه هذا ال أو let me create it I send it here وترجعوا تفوتوا عليه لأنه it will close in 4 minutes. خليكم معي 1 minute.
في لينك ثاني ولا هذا هو؟ هلا راح ابعث لكم اياه. اوكي اطلع من هذا يعني؟ لا مو منت عشان احاول ابعث لكم اياه هون على طول على على الشات. اوكي اوكي راح ابعث لكم يا الشات او راح ابعث لكم يا على الجروب. اوكي راح ابعث لكم يا على الجروب. تمام يلا تمام على الجروب. طلع من هذا. نطلع يعني استاذ ليلى؟ اه نطلع. اوكي فوتوا على انا هلا بعته. يعطيك العافيه دكتور. هلا والله.